الرحمن الرحيم. تبدأ جلستنا اليوم الأربعاء الثاني من شهر أبريل 1999 بغرية الهجيليج بمنزل الأخ إبراهيم عبد الهادي. وغرية الهجيليج غرية محببة إلى نفوسنا جميعا، لأن موطن أستاذنا ومربينا الأستاذ محمود محمد طه، ولأنها حبيبة إلى قلبه أيضا، ولذلك هي عندنا غرية متفردة وعندها وضع الخاص في نفوس جميع الأخوان والأخوات. ونجتمع اليوم لعدة مناسبات. أولا احتفاء واحتفال وتكريم للعرسان العروسين علي أحمد إبراهيم وعز حسن، والعروسين خالد عروسي ونهدى حسين. جعل الله زواجهم زواجا مباركا ميمونا، وجعله إرهاق بالعهد الجديد عهد الميلاد الثاني. ونحن نودع القرن العشرين وعلى أبواب الألف الثالثة، وبرواية دخلنا الألف الثالثة القرن الواحد والعشرين. والمناسبة الثانية هي افتتاح لهذا المنزل المبارك، جعله الله من المنازل التي أسست على التقوى، وبارك الله في أهله وجعلهم أهل دين ودنيا إن شاء الله. والمناسبة الثالثة هي كرامة لحادث صغير كان تعرض له بعض الأهل هنا، وربنا يجعله فدا. وباسم الأخ إبراهيم وأهل الهجيليج وباسم أخوان وأخوات رفاعة، نرحب بالعرسان وبالوفد المرافق من الجهات المختلفة وبالأخوان والأخوات المجتدين، فجزاهم الله عنا كل خير، وجعل الله مجلسنا هذا مجلس مبارك ومجلس ذكر. وبنبدأ جلستنا بتلاوة مباركة من الأخ محمد موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلغاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسغى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وغص عليه لغصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إخلاص بتبدأ الإرشاد والأخوان والأخوات يشيلوا أحسن. عليك صلاة الله ثم سلامه على يا رسول الله إني مغرم. وبدت دموعاً يشهد الحزن والنعم أتت من فؤاد بالغرام متيم وليس له تتيم مشرح سوى أن يرى معشوقه فيسلم عليك صلاة الله ثم سلامه ألا يا رسول الله إني مغرم. يقول لي المعشوق لا تخشى بعد ذا حجاب صلاة الله ثم سلامه
محمد فيا نعم وجهم بضيائي ملسما سلام على صدر النبي محمد لا صدر وجيع بلا نوم مطمطم سلام على قلبه النبي محمد فيا نعم وجهم بضيائي ملسما يشاهد رب العرش في كل لحظة وإن نامت العينان ما نام فاعلموا الله 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 محمد به داس حجب العيد ذاك المقدم به غام في المحراب لله غانتا ينادي لرب العرش والناس نوره عليك صلاة الله ثم سلامه ألا يا رسول الله إني يمره يقول للمحشوق لا تخشى بعدك حجابا ولا قربا فعهدي متمم متى ما أيها الصلاة يودو خمرة
الباب كم بها قد باح جود الله أي رسول الله جود الله أي رسول الله جود الله خندرس كان حيث الأكوان كم بها الزمان أسكر الأرواح جود الزمان يا حسن شيء لله يا حسن يا حسن يا سلطان الزمان يا حسن أنت باب المنال يا حسن أنت باب المنال يا حسن يا أستاذ الزمان يا حسن يا قويم السنة البطل يا حسن شيء لله يا حسن يا حسن يا سلطان الزمان يا حسن أنت زادته يا حسن أنت زادته يا حسن أنت نورته يا حسن أنت حضرته أنت يا حسن يعلمان يا حسن شيء الله يا حسن يا حسن يا سلطان الزمان يا حسن يا سراج الظلام يا حسن يا سراج الظلام يا حسن يا سراج الظلام يا حسن يا عليم الكرام أنت نور والقلم أنت يا حسن أنت نور والقلم أنت يا حسن أنت ما يصفران يا حسن شيء لله يا حسن يا حسن يا سلطان الزمان يا حسن سيدي عبدك يا حسن سيدي عندكم يا حسن انجزوا عندكم يا حسن بالهدى للسنان يا حسن شيء لله يا حسن يا حسن يا سلطان الزمان يا حسن
غفروا ذنبه يا حسن، غفروا ذنبه يا حسن، واستروا عيبه يا حسن، افتحوا قلبه يا حسن، علموا كل فن فن يا حسن، شيء لله يا حسن يا حسن، يا سلطان الزمان يا حسن، اوسعوا بلغوا يا حسن، في جميع علمنا يا حسن، شيء لله يا حسن يا حسن، يا سلطان الزمان يا حسن، صلى ربي على يا حسن، صلى ربي على يا حسن، هذا الملا يا حسن، آله من جلا يا حسن، نور سيد الحسن يا حسن، شيء لله يا حسن يا حسن، يا سلطان الزمان يا حسن، صلى ربي على خير هذا الملا، صلى ربي والهوى فضاح بسرهم باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح الله 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 فقضوا الجناح لكم وليس عليكم للطب في خفض الجناح جناح فإذا لغاكم نفسه مرتاحة وإذا رضاكم طرفه طماح الله 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 عودوا بنور الوطن من رسغ جفا فالهجر ليل صباح صباهم فصفوا
قلوبهم في نوره المشكاة والمصباح. الله الله لما رأوه وصاحوا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشابه بالقران فلاحوا. الله الله خوفهم ملاحوا. الله 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 والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاهم المفتاح. والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاهم المفتاح. فكل زمانهم أفراحوا. الله 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 الله. قم يا نديم إلى المدام فهاتها في كأسها قد دالت الأقداح. من كرم إكرام بدل دانة لا خمرة قد داسها الفلاح. الله 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 الله. أبدا تحل إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والراح. وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وإلى لذيذ لغائكم ترتاح. وإلى لذيذ لغائكم ترتاح. وإلى لذيذ لغائكم ترتاح. Oh, yeah.
كم بيع شراء إرشاد
حببا ومن غار زربا وحبابي يوسف الغضب الشرى الثقيلة حبسة وبجلله هرسة وحبابي يوزي الغضب الشرى البدر السرى في الكون نورا وحبابي يوزي الغضب الشرى فالو
أقبلوا الكادر أقبل علينا صفيا واسمعي الخبر فنحن مقتصفا تنل مرادك منا كيف منك جرى واستعمل الصبر فيما كنت تطلبه فإنما يبلغ الآمال من صبر شكرا ونحن أهل الصبر لا نقبل الكدر أقضي علينا صبيا واسمعي الخبر لا تكن يائسا منه وإن كثرت منك الذنوب
وما أهلك والله ينكر بعده أنه
الحجوم نعنوا والعاصيات فعلوا نور من نور بالمعنى المفسر. فقلت الامر مفهوم فمن لي بتصديق اذا صرفت مصدر. فقالت قل لتلقى فوق سطح وان كانت امور الغيب تستر وإن كانت أمور العيب تستر. بنفسي يا وجودي في شهودي متى يا بحر غيب تلقي جوهر متى تحيي ذواتا غبت عنها متى تأتي كما الذهب المجمر متى يهنى الشراب لخاصبيه برؤية ذلك الوجه المخضر. بأي الحجب شمسك قد توارت فصفو العيش بعدك قد تكدر وجسمي نار هجر قد شواته وعيني دمعها منها تحدر وكبدي فتتتها حال موت وما قد لذ من حلو تمرر. فما أشهى حديثك يا حبيبي وأحلاه من اللبن المسكر حبيب القلب وشوقي لرؤيا محياك الذي عنا تستر. حبيبي إن قلبي قد طلظ وفي وسط الحشا النيران تسعر. لقد أوعدتني يا سعد فتحا قريبا ثم قدت إلى ما أذكر. حبيبي أين أنت اليوم باق فما نفسي تحدثني بمحضر تبشرني وتخفى عن عيوني أصدق أم أكذب أم أحير. أأقنع أم أرجي وصل ليلى فقلبي يا حبيبي ما تغير تغيبني وتفعل مثل هذا يمين الله إذ ما جئت تنشر.
فلو كشف الغطاء ما ازددت فيكم يقينا انت يا ذاتي مخير. الله 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 فكانت مشوق الحش المدنفى. الله 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 الله. ولما شربت قلت الهوى وذوقت المدامة والقرفة وزيل صفاتي فلا وصف لي فعني جميع مضى واختفى. الله 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 الله. قليل يقوم بنا للحمى حتى نرى الرش الأبيض وعوج على سفح ذاك اللواء جئتما دارت المعطفة. الله 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 الله. فإني مشوق كثير الجوى عسى الحب بالوصل أن يعطف وقول لمن لا ريح الذي بين
سماتها وكالها رجو تحيا وتعيش بها المهاج. سماتها لكمال صفاتك أبتهج النسمات هواك الأجمى تحيا وتعيش بها المهجة. قومون قومون فعلوا خيرا وجدوا وعلى من صيف هواك وما مزج النسمات هواك الأجمى تحيا وتعيش بها المهجة. دخلوا دخلوا فقراء على الدنيا وكما Oh,
تحيا وتعيش بها المهيا.
سمي نسماتها هل بهم ما
تهيج ببابها عني الجوايا إلى أم الحسين، إلى أم الحسين لقد نهايا تهيج ببابها عني الجوايا وجدك طاريا حق الطوايا إلى أم الحسين، إلى أم الحسين لقد نهايا تهيج ببابها عني الجوايا إلى كتاب النفس أنت له حفيظ وعندك من مثانيه الخفايا عن أم الكتاب لديك فجرا رضعت لها نور أينفع الحسين بتقول وأطلب إليه حتى دعتك
Allah, 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 All
تمشي تبين الخبار جميل. السبب المخلي بخالدي مش اريده بالريح الى ارض الحجاز الريده بلدا فيها ياسين ابن عبد الله جاي الفكر فيها وديما بها بلادي حبها امر لي فؤادي وناهي ترى المخلي ينطر بالجواهر طاهي بلد الرسول فوق بجيب الغافية يا وطن الرجال أهل سبيلة الصافية ليه قلبي السبيل من انت شافية شوق علي الشوق المريض للعافية رسما بغناها وكعبته واركانه والقبل بتتمنى ثريا مكانه غاية قضي ابقى من سكانه ولكن المغادير بالقيود مالكانه مغرم بها من ايام قراية داحي لما جيت لي دوايا اشفي به جروحي غير يا نفسي ترحل للحجاز وتروحي واكرف من الصفا طيب الزين عيش روحي مشتاق لك لا حول هواها ولا دلال بيارا في الزمن على الأمتين صليت يا أمارة ما بتنفع معايا الغابلة والسيارة مستعجل بدور امشي لبي طيارة يا نخل امي فرهيد والسحاب يبكيلو ويا زهرا بيبسم والنسيم يبكيلو البلد المنور في نهار وليلو من نور الهدى اجاه البعير يشكيلو صاحب المعجزات يحلل زمان وجيلو إن مشى في الأرض وحش الغفار يأوي يبراه الغمام مشتاق إلى تضليلو يفرق يروح جزع الشجر يبكي أما شأن حكى الباري في تنزيله عزمه بيزعزع الجبل العظيم ويديه فارس المرتطي قعداه هجم الخيل كفه بيهدي للغيس بيهدي رسيله وادعي الظريش كل المكارم هينو ثابت شرعه والقرآن تملي دليل تورم قدمه من طول الغياب في ليله تاسعة الجبال تهتز من ترتيب Oh.
الله 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 أيها الشمس الله 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 اسقني صرفا واسقي رجل كي بها عني تسكت الوسواس كي بها كي بها عني تسكب الهريات الله 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 إن نظامي جئتكم غرسان طهيرا قلبي واغسل الهدنا الله 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 لا تحاولني لي بهم ظن لا يفارقني فبعيدا عني أيها الوسواس الله خمرة الجريان أفتح بالله سيدي قلبي كي يرى قلبي دائما هنا الله الله